مش يعطي الفرق بين الجورة والتوانسة، معناتها احنا التونسي شعب متحضر ياسر. دونك باش يورينا الفرق بين ردود فعل التوانسة والجورة، نستقبلوا معنا البطالة اللي لتو لقى خدمة، كريم الغربي. أنا في السنين اللي قعدتهم بطال اكتشفت برشا حاجات. بار اكزامبل اكتشفت اللي احنا التوانسة بعاد ياسر تصرفاتنا على القورة في برشا حاجات. بار اكزامبل القاوري كي يبدا قاعد ويرى كرهبة مذخمة مثلا فراري متعدي يخزر لها ويقول واو اتس اميزينغ، كي يشوفها التونسي بو 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 يا يخليهم له يا شو كسعل بلي سوق فيها شي شوف مخي بو شوف اخي مخي بو خويا مخي تيليه وخزر له نورمال ما حمرا شبيه سفر اخي ما سخيب وخزر كيفاش حمرا تيليه وخزر له هذاك ما يكون كان غبار يا سارك حاجه منه خويا مخي بو. فما حاجه اخرى مثلا القورة كي راهو كلب هكا على اساس مثلا كانيش تراه كي تقول واو اللي تخي مينيو وتبدا هكا طالما تونسي كي يعرضوا كلب يا ودي شر تبر شر مخيبك يا ودي ناقص ماكل بانا في حياتي كلب احول خزر تبر ما قلتلهوش هذا البلديه ما قلتلهوش تبر يا خويا مخيبك تعوق مخيبك. القاوري كي يستدعى مرته على العشاء كي استدعاها على العشاء، العشاء مش مهم هو مش هذا باش تاكل اكسسوار العشاء يعطيه يحكي معاها هكاك هاو يغزل لها في عينيه يقول لها بيبي تو سي كيلكو شوز تقول له هي وي يقول لها جو تام تفرح هي تقول له مواوسي. تونسي يبدا قاعد معاه مش قلت لي تحب صحن تونسي هاوكا صحن تونسي تيكوني يا بي تيكوني كيفاش تهبليني هاوكا صحن تونسي هاوكي اخي تتعرف لينا كلها مراه وبالعظمه نحبها يا وينو الفري وينو الفري جيب لي الفري يا بي تيكوني يا بي تيكوني. مثلا مثلا في الريفيون بار اكزومبل في نويل في نويل تلقاهم القورة يعمل لك الشجره اللي تشعل هذاك يشري كادوات لاولاده فهمت يلبس لهم هو نويل ويعملوا جو. توانسه في الريفيون شو يعملوا؟ ياكلوا في الدجاج ويبدا ولكي يبكي ولده نحب الفخار نحب الفخار نحب الفخار اعطاني الفخار نحب الفخار اعطي اخوك الفخذ اعطي اخوك الفخذ اعطي يا جيل عنكوش اعطي اخوك الفخذ. هما غادي كي باش يستقبلوا العام الجديد بار اكزومبل نص الليل باش يجي تلقاهم يحسبوا 3 2 1 ويعملوا جو. التونسي تلقاه في الكوجين عامل لك 4 3 طلع عليهم من غادي الاربع بتاع العشاء من تو تحسب نحب ناكل جاتو ديما في الريفيون فما حاجة غريبة ديما في الريفيون ديما في الريفيون في الريفيون تلقى الخبزة متاع الجاتو محطوطة تلقى محطوطة خبزة الجاتو وتلقى فيها بلاصة متاع سويبة هيك تلقاها من القايلة راه تلقاها من القايلة من العشاء ماشي جاي على الفريجيدير ماشي جاي على الفريجيدير القاوري بار اكزامبل بار اكزامبل القاوري كي يتعارك مع مرته كي يفهم ويحكي معاه يتحاور معاه يقول لها بيبي اغير دو كري سيلفو بلي تقول له هي اوكي تتفضل تونس بتسكري فمك تحبي نرويك عن كوشك نرويك عن كوشك نرويك ولا نو قلت لك ايه تضرب عز الدين لعوج ولا من بسيط تضرب حتى في الكورة حتى في الكورة هما جواراتهم يلعبوا ماتش متاعهم يبدلوا بالمراولة يعطيهم مراولة بعضهم فهمت يمشيوا يروحوا على رواحهم يكملوا الماتش يمشيوا يروحوا يبدلوا بالمراولة. توانسة ليه توانسة يوفى الستة جوار تاعنا تقعد تجري الاربيت ورا الاربيت للعشر يا ولدي ذيك بلانتي والله يا لبيت سايب وين التالف ذا قولوا لهم قولوا لهم رانا مانيش طايحين السماء ولا انا طايحين ضربته في وسط التزويد تحت في السنتر بالبلوتوث انا ضربته. وفما حاجه اخرى في العروسات زاد في العروسات هم العروسه نتاعهم تلقاها خفيفه محليه جيت شويه مكياج حتى الفوال كل فراشه تبدا تدور والكل هكا وتفدلك مع نسابها والكل احنا التونسيه تلقاها ساعه تقول مدهونه في وجهها خلاص وتبدا لابسه روبه يكاليو فيها 17 تمشي هكا
في زنادة. وقتها تبدا تمروح عليها تقول بوكسير في الروندة العاشرة. فما حاجة أخرى بار إكزامبل في حتى مثال القاوري كي راسها حبت في راسها حبت راجله ما يحشمش القاوري كي راسها حبت راجله يشدها قدام راجلها ويبوسها من يديها نورمال معناه خاطر ما عنده شيء يشدها ويبوسها من يديها ويقول لها انشانتي تونسي ليه قمة القدر سلام اختي شنو لك لاباس هي تمشي والله بقرة والله بقرة والله بقرة مش نورمال اسمعني والله بقرة تحبي اسمع قرت معايا ذيك ما نحبش نحكي على الميات شفت هذيك ما نحبش نقول نورمال شفت هذيك في الكرياسيون بكعبة يوت الحم هذيك تعالي كريم الغربي